من يكون ماتيو رينزي؟ إنه لم يكن معروفا منذ سنة ونصف السنة، يبلغ من العمر 39 عاما، وهو الوجه الشاب للسياسة الإيطالية، يوصف بالطموح والبعض ينعته بالمتعطش للسلطة، حيوي وديناميكي. يعتبره البعض أنه يمتلك صفات توني بلير أو باراك أوباما، وفي إيطاليا يشبهه البعض الآخر ببرلسكوني ولكن بتركيز أقل. عمدة لمدينة مسقط رأسه فلورنسا، وتميز رينزي أساسا بمواهبه خلال إلقاء الخطب. أريد يسارا يحكم إيطاليا بدلا من يسار يتملق عند الهزيمة، يقول رينزي. خلال الحملة الخاصة بالانتخابات المحلية، ركز ماتيو رينزي على رغبته في الإصلاح والتغيير. يجب علينا أن نعمل لتجنب أن نكون أسوأ وجه لليسار كما فعلنا عندما كنا غير قادرين على تمرير قانون بشأن صراع المصالح، ونتجنب أن نكون اليسار الذي دمر نفسه عندما فزنا في الانتخابات مع البرودي وتم افتكاك الفوز منا. خلال ديسمبر كانون الأول، نجح رينزي في احتلال المركز الأول في الحزب الديمقراطي خلال الانتخابات التمهيدية للحزب التي شارك فيها أكثر من 3 ملايين إيطالي من مؤيدي اليسار. وتولى رينزي هذا المنصب ضد إرادة بارونات الحزب القدامى الذين لم يعتبروه في يوم ما واحدا منهم، لذا فقد عمل على إلغاء الوجوه القديمة في الحزب. ومما يميزه أيضا هو عدم تشبعه بمبادئ الحزب الأيديولوجية، وقد انتقد كثيرا بسبب برنامجه السياسي غير الواضح. هل سيكفي ارتياحه أمام وسائل الإعلام للتعويض عن قلة خبرته؟ على أي حال، لم يعطي رينزي لحد الآن أي تفاصيل عن الطريقة التي سيجد من خلالها الأموال لإنعاش الاقتصاد الإيطالي بشكل دائم ومكافحة البطالة التي سجلت معدلات قياسية. وبتعيينه رئيسا للوزراء، أصبح ماتيو رينزي ثالث زعيم إيطالي غير منتخب، والسؤال إلى متى سيبقى في السلطة؟